تتواصل فعاليات مبادرة كلنا واحد التي أطلقتها وزارة الداخلية في 9 من الشهر الجاري برعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، وذلك لتوفير المستلزمات المدرسية بأسعار مخفضة تزامنا مع قرب حلول العام الدراسي الجديد. تتوافر تلك المستلزمات في 713 فرعا ومنفذا وسرادقا على مستوى الجمهورية. شهدت كافة محافظات الجمهورية وجوداً مكثفاً لمبادرة كلنا واحد التي أطلقتها وزارة الداخلية برعاية رئيس الجمهورية لتوفير المستلزمات المدرسية بأسعار مخفضة بمناسبة قرب حلول العام الدراسي الجديد. شوادر منتشرة في كل مكان أقيمت بالتنسيق بين مديريات الأمن والإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة وكبار الموردين وأصحاب المكتبات الكبرى، ضمت كافة أنواع المستلزمات المدرسية بجودة عالية وبنسبة تخفيض تتجاوز 30%، وهو ما أدى إلى إقبال كبير من أولياء الأمور لتلبية متطلبات أبنائهم المدرسية. المبادرة التي أطلقت فعاليتها في 9 من الشهر الجاري وتستمر على مدار شهر كامل، يشارك فيها 713 منفذاً وفرعاً وسرادقاً لكبار الموردين وأصحاب المكتبات ومصانع الزي المدرسي والسلاسل التجارية. وللتيسير على المواطنين في الوصول إليها، وضعت أسماؤها وعناوينها على موقع وزارة الداخلية على الإنترنت، كما تتميز المنتجات المعروضة بأنها مصرية بجودة عالية. بنظرة على المعروض من المستلزمات المدرسية نجد أنها تتسم بالوفرة، فيستطيع المواطن أن يشتري ما يلزمه من متطلبات أبنائه المدرسية دون تحمل أعباء إضافية، فالأسعار في متناول الجميع، وهو ما يحقق مسعى وزارة الداخلية من تلك المبادرة تخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين مع بداية كل عام دراسي جديد. لقينا المبادرة على سيادة الرئيس وبنشتري، لقينا الأسعار جميلة، فلقينا فرق فعلا في السعر. يعني هي مبادرة كويسة جدا وأسعارها مخفضة وعاملين تخفيضات جميلة بيحاربوا الغلاء. مبادرة جميلة جدا والأسعار في المتناول. تنظيم المبادرة بهذا الشكل المميز والانتشار الكبير في كافة المحافظات إنما يؤكد على النجاح الكبير الذي تحققه وزارة الداخلية في تحقيق أهداف الدولة المصرية، والتي يأتي من ضمن أولوياتها دعم ومساندة الأسر المصرية في كافة المناسبات. صراحة دخلت انبسطت جدا، فرق أسعار هايل ما بين هنا هوت وما بين بره أي مكتبة عادية. كل حاجة هنا كويسة وأسعار كويسة وبيع كويس وحاجات يعني في منتهى الجمال. تحيا مصر. 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 تشكل مبادرة كلنا واحد التي أطلقتها وزارة الداخلية في مرحلتها 19 فرصة مهمة لأولياء الأمور لتوفير المستلزمات المدرسية لأبنائهم بأسعار مخفضة، وهو ما تحرص عليه وزارة الداخلية تخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين مع بداية عام دراسي جديد. عبدالله بركات، التلفزيون المصري.